الباقر عليه السلام قال: إن الله عز وجل نصب عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا، ومن جهله كان ضالا. وروى فيه أيضا في الكافي عن أبي إبراهيم، أبي إبراهيم يعني الإمام الكاظم، وروى فيه عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام باب من أبواب الجنة، فمن دخل بابه كان مؤمنا، ومن خرج من بابه كان كافرا، ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة الذين لله عز وجل فيهم المشيئة. وروى فيه أيضا في الكافي عن الصادق عليه السلام قال: من عرفنا كان مؤمنا، ومن أنكرنا كان كافرا، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترضه الله عليه من طاعتنا الواجبة، فإن مات على ضلالته يفعل الله به ما يشاء. وروى الصدوق في عقاب الأعمال قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله تعالى جعل عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه، ليس بينهم وبينه علم غيره، فمن تبعه كان مؤمنا، ومن جحده كان كافرا، ومن شك فيه كان مشركا. ورواه البرقي أيضا في المحاسن. وروى فيه أيضا عن الصادق عليه السلام، وروى فيه أيضا يعني في المحاسن، في محاسن البرقي، إن عليا عليه السلام باب هدى من عرفه كان مؤمنا، ومن خالفه كان كافرا، ومن أنكره دخل النار. وروى في العلل الشيخ الصدوق بسنده إلى الباقر عليه السلام قال: إن العلم الذي وضعه رسول الله، أو إن العلم الذي وضعه رسول الله، والقراءتان صحيحتان، إن العلم الذي وضعه رسول الله عند علي عليه السلام من عرفه كان مؤمنا، ومن جحده كان كافرا. وروى في كتاب التوحيد وكتاب إكمال الدين عن الإمام الصادق أيضا شيخنا الصدوق: الإمام علم بين الله عز وجل وبين خلقه، من عرفه كان مؤمنا، ومن أنكره كان كافرا. وروى في الأمالي أيضا الصدوق بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال لحذيفة اليماني: يا حذيفة، إن حجة الله عليكم بعدي علي بن أبي طالب، الكفر به كفر بالله سبحانه، والشرك به شرك بالله سبحانه، والشك فيه شك في الله سبحانه، والإلحاد فيه إلحاد في الله سبحانه، والإنكار له إنكار لله تعالى، والإيمان به إيمان بالله تعالى، لأنه أخو رسول الله صلى الله عليه وآله، ووصيه، وإمام أمته، ومولاهم، وهو حبل الله المتين، وعروته الوثقى التي لا انفصام لها، إلى آخر الحديث. وروى في الكافي أيضا بسنده إلى الصحاف قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فقال: عرف الله تعالى إيمانهم بموالاتنا، وكفرهم بها يوم أخذ عليهم الميثاق وهم ذر في صلب آدم. وروى فيه في الكافي أيضا بسنده عن الصادق عليه السلام قال: أهل الشام شر من أهل الروم. لماذا؟ لأن أهل الشام نواصب، وأهل الروم كانوا على دين آخر. أهل الشام شر من أهل الروم، وأهل المدينة شر من أهل مكة، وأهل مكة يكفرون بالله تعالى جهرة. وروى فيه بسنده عن أحدهما يعني عن الباقرين عن الصادقين: إن أهل مكة ليكفرون بالله جهرة، وأهل المدينة أخبث من أهل مكة، أخبث منهم 70 ضعفا. وروى فيه في الكافي عن أبي مسروق قال: سألني أبو عبد الله عليه السلام عن أهل البصرة ما هم، فقلت: مرجئة وقدرية وحرورية. الحرورية خوارج، أما المرجئة والقدرية فهم المخالفون لأهل البيت.
قال: لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء، إلى أن يقول شيخ يوسف البحراني: إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عن نشرها المقام، لأنها أخبار كثيرة جدا، ومن أحب الوقوف عليها فليرجع إلى الكافي، ولا سيما في تفسير الكفر في جملة من الآيات القرآنية. هذه نماذج من الروايات ذكرها شيخ يوسف البحراني في كتاب الحدائق، واستدل بها على كفر المخالفين، على كفر النواصب، على كفر أعداء أهل البيت. وهذه الروايات هي تحدد لنا، تصف لنا أوصاف النواصب. هذا أيضا هو شرح وبيان بالروايات للذي قاله السيد الخوئي في تنقيحه في شرح العروة الوثقى. الجهة الثالثة التي أذهب إليها ما جاء في روايات أهل البيت للحديث وللتعريف لحالات ولهيئات النواصب. من هم النواصب؟ النواصب أيضا على مراتب، مثل ما الكفر على مراتب، والشرك على مراتب، والإيمان على مراتب، أيضا النصب أيضا على مراتب. هذه جملة من الروايات التي تبين لنا مراتب النواصب. الرواية يرويها الحر العاملي في الوسائل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، لا يوجد أحد يصرح بهذا، ولو وجد فقليل. ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا. مثال قريب: الذين اجتمعوا في السعودية قبل فترة وأصدروا بيان يطالبون فيه بتهديم المزار الحسيني، بتهديم العتبة الحسينية، فماذا قالوا في البيان؟ قالوا: هذا الضريح هو يمثل أصل الشرك في العالم في زماننا هذا، وإنما صنعه الرافضة ونحن ننزه الحسين عن ذلك. يعني هم يهدمون قبره وينزهونه عن ذلك، وهو مصداق لهذه الرواية. ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا. هذه درجة من درجات النواصب. درجة ثانية أيضا الرواية في وسائل الشيعة، الراوي يقول عن محمد ابن أحمد ابن زياد وموسى ابن محمد ابن علي ابن عيسى قال: كتبت إليه، يعني علي ابن محمد إلى الإمام الهادي، كتبت إليه أسأله عن الناصب، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقادي إمامتهما؟ الجبت والطاغوت واضح عنوان لأعداء أهل البيت، هذا العنوان يستعمل للأول والثاني من أعداء أهل البيت. أسأله عن الناصب، هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب